يعني إنسان أستاذ جامعي، والدي أستاذ جامعي يعمل في كلية العلوم جامعة بغداد قسم الفلك، يذهب إلى الدوام صباحا الساعة 7، لا يحمل شيء، لا يحمل سوى المسبحة زين والكتب التي يذهب بها يوميا إلى الدوام. يذهب إلى الدوام فيقتل، يقتل بنيران القناص الأمريكي الجبان الملعون الحاقد على الإنسانية قبل أن يحقد على العراقيين وقبل أن يحقد على المسلمين. يقتل هذا الإنسان فيصور في بعض التغطيات الإعلامية على أنها هجمة أو على أنها عملية ضد بعض المسلحين. أين هو السلاح؟ هل والدي كان يحمل السلاح؟ هل كان يحمل سوى الكتب التي يذهب بها إلى الدوام؟ زين، يعني إنسان مسالم لا يؤمن بلغة السلاح ولا يؤمن بالعنف، رجل يؤمن بالعلم، يذهب إلى كليته إلى جامعته يوميا ويذهب صباحا يرجع في الظهر. زين، يقتل وهو مسالم لا يعمل أي شيء. زين، نذهب إليه حتى ما لحقنا أنه نتكلم معه ولا يعني ضربه في رأسه وفي داره وهو يحمل كتبه يريد أن يذهب إلى الدوام. صار القصف بدأ من الليل، صار اللي نمنس ثاني يوم الصبح الساعة بستة إلا ربع، صار ضرب علينا ما حسينا، طلعوا الولد الثانيين هاي شهداء هم ولد عمي، فطلعوا ضربوه، احنا ركضنا وراهم هم ضربونا وهذا السلاح نطقبينه، وصارت هاي الانفجارات وال يعني الشغلات القصف الطيارات الدرع، يعني ما نتوقع شلون هاي السلاح القوية تجي، واحنا نعترض على كل حال يعني عليهم، واحنا شو نقول؟ الحمد لله وشكر وإنا إليه وإنا إليه راجعون. نحن أهل مدينة الصدر دين ونستنكر أكثر من مرة، لا مرة ولا مرتين ولا خمسة ولا عشرة، ناس أبرياء مساكين كل مظاهر مسلحة ما عندنا، يقولون مظاهر مسلحة، وين هالمظاهر مسلحة؟ هذه بيوت مال مظاهر مسلحة، هذه بيوت تدل على عنف، تدل على إرهاب. يقولون أمريكا إنه إحنا جبنا لكم الديمقراطية والحرية، وين الحرية؟ وين الديمقراطية؟ ديمقراطية بالقتل، ديمقراطية بالعنف، بالإرهاب، الناس شهداء وناس جرحى. هذه البيوت أريد قنوات العالم تجي تصور وتشوف هذه البيوت مال المظاهر مسلحة، وين المظاهر مسلحة؟ فإحنا نطالب وأكثر من مرة طالبنا، بس هسه ما راح نطالب، راح نطلب من الحكومة أنه توضع حد، وإذا ما توضع حد فخلي يصرحون بالتلفزيون يقولون أنه إحنا ما بيدنا شيء، ما نملك أي شيء، ما نقدر نوضع حد القوات الاحتلال. يعني ما ذنب هذه الأطفال التي ماتت؟ ما ذنب النساء؟ نساء وأطفال لا يحملن السلاح، ناس عزل يضربون، وبعد ذلك تخرج بعض القنوات أو بعض التغطيات الإعلامية لتقول أنها ميليشيات أو لتقول أنها مسلحين أو ما شابه. يعني هل المرأة مسلحة كانت التي قتلت وقطعت رجليها اثنينهم، أو أن الطفل في السنة وفي السنتين من عمره يقتل وهو من الميليشيات؟ يضعون حد، وين اللجان؟ لجان حقوق الإنسان وينها بالبرلمان؟ برلمان مقسم إلى هواي لجان، وين لجنة حقوق الإنسان اللي تحكي وتقول لجنة حقوق الإنسان؟ خليجون يشوفون قطعت هسه إنه بالمدينة، قطعت هسه أصبح منفذ واحد الدخول المدينة، ليش يعني ننضرب وتنقطع علينا الطرق، تنقتل شبابنا ونسائنا وأطفالنا وتنقطع علينا الطرق، يصبح منفذ واحد ما حد يخرج ما حد يدخل، يعني النوب يزيد الطين بلة تضربني وتقطع علي الطريق وتقول لي أنت مظاهر مسلحة وأنت إرهابي؟ أنا إرهابي؟ لا والله، هم الإرهاب، هم اللي يدعمون الإرهاب وهم اللي جابونا الإرهاب وهم اللي يدخلونا الإرهاب. تدخل درع ويدخل طائرات تقصف على مدينة بسيطة وبيوتها تعبانة، إذا انضرب بيت 10 توقع، مظاهر مسلحة. خلا صور قنوات العالم، خل تجي لجان حقوق الإنسان، وينه لجان حقوق الإنسان؟ الأمم المتحدة وينه؟ الأمم المتحدة مو هي الراعي؟ وين الأمم المتحدة؟ خل تجي تصور وشوف وشوفون الحج وشوفون الوضعية هنا، شوفون هاي المدينة، ناس أبرياء، شنو ذنبها؟ شنو الذنب؟ هاي قنابل وهاي شغلاتهم عنقود يضرب على مدينة بسيطة. يعني أنا أحب أوصل صوتي إلى المسؤولين وإلى منظمات حقوق الإنسان أنه هذا ليس قتل للأبرياء فقط، وإنما هدم للبنى الأساسية والبنى التحتية للمجتمع.
يعني إنسان عندما يقتل سوف يعني أطفال راح يبقون. أنا طالب في كلية الطب المرحلة الرابعة، يعني أنا شلون هسه أنا راح أقدر أكمل دراستي ها وبنفس القدر اللي كان بي والدي موجود، وكيف راح أستطيع أتحمل الأطفال يعني المسؤولية المعنوية اللي نقول دعك من المسؤولية المادية، كيف أستطيع أن أربي أطفال أيتام إخواني، وكيف راح أستطيع أن أوفق بين البيت وبين الكلية وبين الدوام؟